سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ تعطلت عليكم هاد الايام شويه وانا رجعت لكم بالجديد ان شاء الله. اليوم غنعطيكم وصفه جماليه اللي غادي تعوضكم على ماء الورد اللي كنشريوه في المحلات، اللي هو بطبيعه الحال راه ماشي ماء ورد نهائيا، هو راه غير ماء بروح الورد، ماء عادي كيديروا فيه قطرات ديال داك الروح ديال الورد اللي صناعي، واللي ما عنده حتى شي فائده على ما عنده حتى شي فائده على البشره ولا فائده جماليه. هادوك اللي كيتباعوا في المحلات هما راه مبرئين الذمه ديالهم، ما تلقايش نهائيا شي قرعه مكتوبه فيها ماء الورد، دائما كتلقاي ماء بروح الورد. هانتوما شفتوا ماء بروح الورد، نهائيا ما يمكنش تلقاي ماء الورد. غنعطيكم حيله ان شاء الله، غيكون فيديو خفيف ظريف، قديما ندير لكم هكا افكار وحيال اللي نديرهم في وقت قليل ودغيا يدوزوا وتفرجوا فيهم وتستافدوا ان شاء الله. غنعطيكم حيله باش تستخرجوا ماء الورد الطبيعي اللي كيغنيكم على ديال الزنقه، وغادي تصاوبوه في الدار وغادي تستافدوا من جميع المكونات اللي في الورد وتعرفوا اشنو درتو. ماشي كي بحال عندي هنايا الورد والماء، الا كان ماء معدني من الاحسن، الا كان عندنا غير ماء بالروبيني ماشي مشكل. غادي نحتاجو العصاره ديال القهوه تكون منقيه مزيان، هي راه غسلتها مزيان من التخت ديال القهوه، وغادي نديرو الماء هنايا المكان ديال القهوه، غنديرو الماء باش نشوف الاضاءه. هيا في هنايا لتحت درت الماء، وغادي ندير هذيك اللي كنديرو فيها القهوة، غادي نعمرها بالورد. ماشي مشكل الا عمرها، حيت الورد غيقيسو الماء غادي يهبط، غيولي عندنا ماء ورد طبيعي، على الاقل عارفين شنو دايرين فيه. وغادي نسدها ونديرها فوق نار مهيله، وغادي تعصر لينا ماء ورد طبيعي عارفين شنو فيه، وغيغنينا على ديال الزنقه اللي كما قلت لكم راه غير ماء بروح الورد، راه ما عادي كيزيدوا ليه دوك القطرات ديال الريحه وكيقولوا لكم ما ورد، ما عنده حتى شي علاقه بما ورد. هانتوما كما كتشوفوا ضعتو على نار مهيله فوق البوطه، من بعد ما غادي يطلع وغادي يتصفى عيبرد شويه، وغنديروه في القرعه ونوريكم النتيجه النهائيه ديالو والفوائد ديالو التي لا تعد ولا تحصى. انا رجعت لكم من بعد ما تعصر الماء ورد في العصاره وصبح لينا على هذا الشكل هذا. هانتوما كما كتشوفوا راه هذا ماء ورد طبيعي بير، تستعمليه في جميع الوصفات اللي بغيتي، يغنيك على جميع داك ماء الورد اللي كيتباع في الزنقه، وهذا هو اللون الطبيعي ديالو، لان ماء الورد كما كنشوفوا اللون ديالو وردي، من بعد ما كيتقطر كيعطينا هذا اللون هذا بحال الشاي خفيف. انا غادي نخويه في هذا الاناء هذا باش يساعدني نديرو في القرعه، ما لقاش مشكل. نديرو دابا في القنينه اللي ممكن ديري فيها الرشاش الا بغيتي، ممكن هاهو كما كتشوفوا عندنا ماء ورد طبيعي، درت فيه دوك الوريقات ديال الورد، شفتوه ماء ورد طبيعي. هذا غتستعمليه ديريه لوجهك، البشره الهايجه، البشره اللي كتحمر، ديريه في الوصفات اللي كتلقاي فيهم ماء الورد، احتفظي به في الثلاجه وديري ليه داك الرشاش وبقي رشيه بالليل ملي تبغي تنعسي على وجهك، اولا كمهدي ومهدين للبشره، وبقاي استعمليه في جميع الوصفات اللي كتلقاي فيها ماء الورد، راه غيغنيك تماما على ماء الورد اللي كيتباع في الزنقه، لان كما قلت لكم راه ما عنده حتى شي علاقه بماء الورد، هذاك راه غير ماء مسمينو ماء بروح الورد، وما يمكنش ماء الورد يكون بيض، وحنا عندنا الورد اللون ديالو كما قلنا وردي،
اللي غيتفاعل مع الماء بطبيعه الحال راه اللون ديال الماء غيتبدل. هذا هو ماء الورد الطبيعي العادي اللي ممكن تستعمليه. كانت من هذه الوصفه تطبقوها وتجربوها وتعجبكم وتستفدوا منها ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب والكومنت وحتى الديسلايك الى ما عجبكمش الفيديو. الى اللقاء مره اخرى ان شاء الله.